فكروني مرة واحدة في حياتي أكلمكم عن حبوط الأعمال، لأن حبوط الأعمال ده أمر خطير جدا 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 إلى أبعد حد. إنك تعمل عمل صالح ثم تحبط هذا العمل، دي من أسباب الحبوط. من أسباب الحبوط أيضا الندم على الطاعة. واحد طلب صدقة، اديته 10 دنانير صدقة، وبعدين قلت والله ما يستاهل، خسارة فيه، يا ريتني مديته، خلاص حبطت، مش محسوبين صدقة، انسى. واحد صلى العشاء في المسجد، الامام طول شوية، ايه اللي جابني المسجد ده؟ ايه اللي خلاني يا اخي صليت ورا الراجل ده؟ غلطان والله ان انا جيت، يا ريتني ما جيت، كده ما صليتش العشاء. اخوتي في الله، انا احبكم في الله.